السلام عليكم كل متابعي القناه الاعزاء، يا رب تكونوا بخير. انا عادل ولي ودي قناه شوارع ومعلم اسكندريه. صباح الخير من على شواطئ الميناء الشرقي كالمعتاد، الخميس 2 مايو. الدنيا عندنا فيها ايه؟ الحمد لله وشكر لله الجو جميل، ولكن في تقلبات جويه. لو نازلين النهارده الخميس تقضوا اجازه الجمعه او السبت او الاجازات القادمه، خلي بالكم، اعملوا حسابكم، ما تخففوش ملابسكم او معاكم لبس شتوي ويكون معاكم لبس خريفي. الجو متقلب ما بين شمس، ما بين هواء، ما بين دفء، ما بين برودة. سبحان الذي يغير ولا يتغير، ولكن في المجمل الاجواء جميلة جدا جدا ورائعة. اللي ما عندوش فكرة ولسه جديد عندنا في القناة، احنا فين؟ احنا على شواطئ الميناء الشرقي امام منطقة الشطبي ولازاريتا ومحطة الرمل والمنشية وبحري. ايضا امامنا الميناء الشرقي من اقدم مواني العالم. اسكندريه فيها ميناءين، الشرق اللي امامنا والغرب اللي خلف قصر 60، وامامنا طبيعه قايتباي والانفوشي والسياحه. نتمنى لو حضراتكم اول مره تتابعونا اشتركوا في القناه، فعلوا زر الجرس علشان كل جديد اسكندريه يوصل لكم الاهم. لا تبخلوا علينا باللايك من اسفل الفيديو. الشباب اهو في الميه، بس ده شباب مش محترف سباحه، بيطبش كده بالبلدي كده. طبعا المحترفين بينزلوا بعد الفجر، لهم اوقات معينه في هذا المكان تحديدا، كلهم كبار السن. كده احنا امامنا جنينه السلسله وتمثال عروس البحر ومكتبه الاسكندريه والقبه السماويه وقاعه المؤتمرات الرئيسيه للي ما عندهوش فكره. شارع البحر او شارع الكورنيش، شارع 26 يوليو. بمناسبه شارع 26 يوليو، الملك احمد فؤاد الثاني كان موجود في اسكندريه الاسبوع اللي فات. الشارع اللي على شمال الصوره ده اسمه شارع 26 يوليو. تاريخ 26 يوليو ده كان تاريخ تولي الملك احمد فؤاد الثاني عرش مصر، يعني والده تنازل على العرش لابنه احمد فؤاد الثاني يوم 26، وغادر باليخت بتاعه من هنا من اسكندريه، فابنه اصبح ملك على مصر من 26 يوليو الى قيام الجمهوريه العربيه او الجمهوريه المصريه. فطريق 26 يوليو او شارع 26 يوليو ده تاريخ تنازل الملك فاروق عن عرش مصر، او خروج الملك فاروق من اسكندريه متنازلا عن عرش مصر. قبل ما يكون اسمه طريق 26 او شارع 26 كان اسمه طريق الملكه نازلي. الملكه نازلي زوجة الملك فؤاد الاول ووالدة الملك فاروق الاول. يعني ممكن بعد المغرب في ناس ما تقدرش تلبس نص كم، كل واحد حسب مقدرته الصحيه. في ناس لابسه نص كم حاليا، في ناس في الميه، ولكن سبحان الله كل واحد حسب مقدرته الصحيه. فتشرفونا في اي وقت، خلي بالكم وانتم جايين ان شاء الله النهارده الخميس 2 مايو، ما تتغروش بالجو. كده غيرنا اتجاه التصوير، اصبح اتجاهنا للشرق، اقصى الشرق ابو قير. كده احنا في منطقه الشطبي، نهايه منطقه الشطبي مع بدايه منطقه كامب شزار، ثم ابراهيميه، ثم سبورتنج، ثم كليوباترا، ثم سيدي جابر، ثم رشدي، ستانلي، الى ان نصل لابو قير اقصى الشرق. موجودين امام شاطئ السلسله، شاطئ عائلات، المفروض هو عائلات، يعني رسوم دخول الفرد 15 جنيه صيف شتاء. في شباب في الميه، طبعا اهلنا وحبايبنا واخواتنا الافارقه هم السودانيين، ان كانوا من الجنوب ولا من الشمال او من جنوب افريقيا، على دماغنا من فوق منورين اسكندريه. والله اسكندريه ومصر كلها تتشرف باخواتنا الافارقه واخواتنا العرب من كل بلاد العالم. تمام، جو متقلب، خلي بالكم ان شاء الله خير، ولكن اجواء جميله، ولكن في تقلبات. الاسبوع اللي فات كله الى النهارده كده من الصباح الباكر ما بين كده وكده. احنا كده امامنا اداره الجامعه وعلمين شارع قناه السويس ومستشفى الشاطبي للنساء والتوليد جامعه اسكندريه كلية الطب.
الشاطئ اللي مسموح فيه بالنزول والسباحه الوحيد الشواطئ العامه هو شاطئ السلسله اللي امامنا الى منطقه رشدي. كده اول شاطئ هو شاطئ استانلي. باقي المنطقه كافتريات وكافيهات وحواجز امواج ونوادي وفنادق خاصه. في نهاية جولتنا اتمنى نكون اسعدناكم، نشوفكم ان شاء الله في لقاءات قادمة او في فيديوهات قادمة. لا تبخلوا علينا باللايك.